وبشأن الانتهاكات في إيران ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الحقوقي والباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. دكتور إسماعيل مرحبا بكم. بداية يعني كيف تقيم الوضع الحقوقي في إيران في الفترة الأخيرة، خاصة الفترة التي تزامنت مع التظاهرات التي تجتاح إيران؟ من الواضح أن سجل إيران الحقوقي يزداد سوادا، ونحن على أبواب العقد الرابع أو 40 سنة على حكم الخميني وعلى الثورة الخمينية. فالنظام الإيراني ما زال في إرهابه، وما زال في ما يقوم به، سواء على مستوى الشعب الإيراني داخل إيران أو على مستوى ما ينشره من الإرهاب هنا وهناك، سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في المناطق، كل المناطق. يعني الإرهاب الإيراني الآن أصبح يصدر خارج إيران. فبالإضافة إلى هذا، فأن الشعب الإيراني لم يسلم من مما تقوم به آلة التعذيب النظام ولي الفقيه. يقوم الآن بالإعدامات، إعدامات خارج نطاق القانون، إعدامات ميدانية، إعدامات، هناك التعذيب بكل أنواع. فالسجل أسود ويزداد سوادا، والحالات كثيرة ستتكلم على هذا، سواء ما تنتشره المعارضة الإيرانية، ما يعرف ب الذي مقرها باريس، أو ما ينشره الحركات التحررية، مثلا حركة النضال العربي، حركات الأحوازية. كل هؤلاء ينشرون ما تقوم به، يعني ما يقوم به يقوم به النظام الإيراني من تعذيب ومن اعتقالات تعسفية. طيب دكتور، هذه الإجراءات وهذه الانتهاكات، التظاهرات التي تجتاح إيران منذ ما يقارب العام، يكتنفها الكثير من الانتهاكات الحقوقية، تعتقد أنها ترقى، بمعنى هذه الانتهاكات تعتقد أنها ترقى إلى حد المسؤولية الجنائية دكتور؟ لو كانت هناك، يعني هناك نية حقيقية واضحة، ونقولها بكل صراحة، يعني لو كان هناك قصد أو هناك جرأة في متابعة النظام الإيراني، فالسجل قلنا هو سجل أسود، ويكيف على أنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم كل ما هو اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. فكل ما يقوم به، نأخذ على سبيل المثال، لو نأخذ الإعدامات خارج نطاق القانون، ماذا تسمى في القانون الدولي الجنائي؟ هي عبارة عن جرائم ضد الإنسانية. ما تقوم به إيران، النظام الإيراني في مناطق الأحواز، ما يسمى بجرائم الإبادة. ما تقوم به إيران في سوريا وفي العراق وفي اليمن، كلها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. ولكن المنظومة الدولية، النظام الدولي، لا يريد أن يعاقب هذا النظام، نقولها بكل صراحة، فهو غاض البصر على هذا النظام. ولهذا النظام الإيراني ازداد وتوحشا، ولا يبالي بهذه العقوبات التي نلحظها على الإعلام فقط، ولكن على الواقع ليست هناك، لم نرى متابعة جنائية دولية لأي مسؤول في النظام الإيراني إلى حد الآن. لم نرى، نقولها ونكررها، أن لم نرى أي دعوة جنائية دولية رفعت ضد المسؤولين الإيرانيين. لكن هناك تقارير إعلامية، هناك تقارير حقوقية، ولكن تبقى عبارة عن تقارير تدرج داخل الأدراج وفقط. السجل سجل
وأسود طيب هنا دكتور، لماذا يعني لا يتحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية كما ذكرتها؟ الإعدامات تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية، وأيضا موضوع الأحواز هو جرائم ضد الإنسانية كما تفضلتم به. لماذا لا نجد تحركا فعليا إزاء ذلك دكتور إسماعيل؟ لو نتتبع اللي ما قام به النظام الإيراني في العراق، نأخذ مثلا عينة العراق، من سلم العراق لإيران؟ سلمته أمريكا. أمريكا دمرت العراق في 2003 وسلمت العراق للميليشيات الإيرانية. الآن إذا قلنا أن التحالف الدولي الذي كان يزعم أنه جاء لمحاربة داعش في الموصل وفي سوريا، في الموصل مع من كانت هذا التحالف الدولي؟ كان مع الحرس الثوري ومع الميليشيات الإيرانية. أين هي هذه هناك غض بصر على ما تقوم به إيران لأجندات واضحة، اللي هي أن جاءت هذه أو إيران يراد من خلالها أن تكون أداة لتحطيم أي دولة عربية تقوم داخل منطقة الشرق الأوسط، فهي تستعمل لهذا الغرض، وبالتالي فالدول الغربية تغض البصر على ما تقوم به إيران. تبقى هذه التقارير عبارة عن فزاعة وعبارة عن ذر رماد في الأعين لا أكثر ولا أقل. ليست هناك النية الحقيقية في متابعة إيران وفي متابعة جرائم إيران وما تقوم به إيران. طيب هناك دكتور، هناك من يقول أن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي يعول على التظاهرات التي حدثت في إيران من قبل الشعب الإيراني، هل هذا يعني أصاب كبد الحقيقة؟ نعم، الحقيقة أن الشعب الإيراني يذوق هذا النار، هذا النظام، وبالتالي وكما ذكرتم في التقرير على أن أموال الشعب الإيراني تنفق وتصرف على الميليشيات وتصرف على الإرهاب هنا وهناك، وتصرف كذلك على المنظومة الباليستية والنووية. فالشعب الإيراني كذلك هو يعاني من الفقر ومن البطالة ومن يعني سوء المعيشة. فهو كذلك هذا التحرك الشارع الإيراني هو حل من الحلول لزعزعة هذا النظام الإرهابي، هذا النظام الذي الآن أصبح عمره 40 سنة، فهو يهدد، فهو خطر. وأمريكا الآن هي تعقد هذا المؤتمر وارسو، ونحن نرجو أن يكون لهذا المؤتمر حقيقة نتيجة لردع هذا الإرهاب الإيراني الذي الآن كل دول منطقة الشرق الأوسط مسها الإرهاب الإيراني. نعم دكتور. نعم. من باريس الحقوقي والباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله، شكرا جزيلا لكم.